إذا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم هنا من الطريق الوطني رقم ستة الرابطة ما بين فاس و يعني تازة حنا الآن هاد الطريق رقم ستة فكتمر عبر إقليم تاونات فحنا في طريقنا إلى مدينة تازة بطبيعة الحال لتغطية الأحداث هناك حنا مرينا من هنا من تيريتوار ديال إقليم تاونات وشفنا السد ديال إدريس الأول متابعينا الكرام وانخفاض الملحوظ في منسوب مياه حقينا في السد يعني بسبب التساقطات المطريه القليله اللي كاينه الجفاف الله يحضر السلامه فدعواتكم متابعينا الكرام باش الله سبحانه وتعالى يسقينا الغيث وان شاء الله تكون يعمر يعني السد راه السد راه كان كيوصل حتى لهنا قلت آآ حقينة آآ ادريس سد ادريس الاول التابع لاقليم ثونات هنا وعلى على بعض امطار قليله من هذا المكان كاين اقليم ديال سازة. إذا هنا في التريطوار ديال اقليم ديال تاونات غادي تزيد ميم با واحد 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 بضعة أمتار غادي تدخل الإقليم ديال سازة. لاحظنا حنا هنا انخفاض ديال ديال منسوب حقينة مياه سد إدريس الأول هانتوما كتشوفوا متابعينا الكرام، الله يرفع الله يفاجئها والله يرحمنا انخفاض كبير وغير مسبوق هنا في الحقينة ديال منسوب مياه سد إدريس الأول بإقليم تاونات وماشي فقط سد ادريس الاول كذلك السدود ديال اقليم تاونات كاين سد الوحده سد يعني اسفالو جميع جميع الحق الحق الحقينه ديال السدود فخفضت بشكل كبير المنسوب ديال المياه ديالها نتيجه يعني انخفاض ديال ديال ما كاينش تساقطات مطريه للاسف الشديد يعني صباح الخير عليكم متابعينا الكرام هنا من اقليم تاونات نطل عليكم انخفاض كبير لحقينه مياه سد ادريس الاول التابع لاقليم تونات هنا من الطريق الوطنيه رقم سته الرابطه ما بين فاس وتازة عبر الحدود ديال اقليم تونات اذا دائما متابعينا شوفوا الانخفاض الكبير في حقينه مياه سد ادريس الاول هنا باقليم تونات آه راه يعني المياه كتوصل حتى لهنا وكتمشي حتى حتى لذاك البلاصه اللي كتشوفوها تحت الجبل هناك يكون واصل المياه تل هناك تكون كلها عامرة لكن للأسف الآن انخفاض كبير في منسوب ديال المياه حقنة سد إدريس الأول بسبب ضعف بسبب انعدام نقول انعدام تساقطات المطرية متابعينا الكرام إذا صباح النور عليكم صباح الخير الله يسقينا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين دعواتكم متابعينا الكرام صلواتكم متابعينا الكرام باش الله سبحانه وتعالى يفجها وباش تعود المياه للجريان باش تعود الوديان للجريان وباش تساعد كذلك يعني السدود العافيه ديالها وباش تمتلأ ويكون نسبه الملء كبيره ان شاء الله باذن الله اذا متابعينا الكرام صباح اليوم ننقل لكم بالصوت والصوره هنا من اقليم تاونات متابعينا الكرام من سد ادريس الاول التابعة لإقليم ثونات على بعد كذلك الحدود من إقليم تازة متابعينا الكرام إذا من الطريق الوطنية رقم ستة ننقل لكم أجواء هنا انخفاض كبير في منسوب مياه حقينة سد إدريس الأول بسبب ضعف التساقطات المطرية كنلاحظوا الآن هنا متابعينا الكرام انخفاض كبير في منسوب حقينة مياه سد إدريس الأول بسبب ضعف التساقطات المطرية فدعواتكم متابعينا الكرام اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين شوفوا الآن كذلك يعني الزرع غنوريكم الزرع كيفاش صفار متابعينا الكرام شوفوا الزرع هنا باين يعني شوفوا شوفوا الفلاح شحال متضرر فالله يحسن العوال الفلاح ساكن إذا دائما هنا من الطريق الوطنية رقم ستة الرابطة ما بين مدينة فاس و تازة متابعينا الكرام نقلنا لكم الأجواء نقلنا لكم انخفاض الكبير في منسوب مياه سد إدريس الأول تابع لإقليم تاونات حنا الآن في التريطوار ديال إقليم تاونات في الحدود ديال مع مع الإقليم ديال تازة هاي البورنيات شوفوا البورنيات ديال السد فين كيكون واصل الماء حتى لهنا كيكون واصل الماء حتى لهاد البورنيات هادو لكن انخفاض كبير ومهول وغير مسبوق هنا في الحقيقه ديال سد ادريس الاول التابعه لاقليم تونس اذا متابعينا الكرام دائما في بث مباشر على قناتكم شوف تيفي أه الله يرحمنا الله يرحمنا الشيء اللي ممكن على اننا نقولوا الله يرحمنا لان الشيء بزاف أه تساقطات تراجعات بشكل كبير أه نتمنى لأن على ان شهر مارس يكون شهر الخير وتعود المياه للجريان وتعود الودان للجريان وتساعد يعني السدود العافيه ديالها وترتفع نسبه الملء في السدود ويرجع يعني الفلاح ان شاء الله يفرح والمواطن يسترجع العافيه ديالو ان شاء الله باذن الله اذا متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي كنت معكم هنا من الحدود ما بين اقليم تاونات والاقليم ديال تازا متابعينا الكرام من الطريق الوطني رقم ثمانية مولات قناة شوف تيفي منصف بودري دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته